تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. نتوما دابا كتسمعوا الأبرز لحظات برنامج شو التاريخ. كي تيبان لي واحد زعما صالح اللي كيب ناسيونال يجيبوا لفرقته ويخلصوا ويتريني به ويفقصوا هو يبعدوا. والله صاحبي شو جيبوا أنا فين الدين؟ ما عرفش اللي حيت كاين واحدين شي واحدين خارجين لينا خويا نبيل، هذوك هما اللي تيديروا لي السم في العظام. دير فيها هو محلل ودير فيها تقني ولا أصير تخلص راسك سير بعد منا انت وياه. لكن لا حق الارقام لا داك الشيء تاع سير اصاحبي من ارقام اش مازال هذا الشيء اللي كنشوفوا هاد وهاد الاختيارات راه شي حوايج مختارين راه ما راه حشومه ندويو عليهم اصاحبي. فضل وجود هاد اللاعبين وهاد الكميه الهائله كاينين دي تخوك لوش 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 النقطه ديال النقطه ديال حتى في لا كونفوكاسيون خويا نبي راه لوش صوف لا لي سكواشي ولا تنبغوش نشوشو ما تنبغوش ندويو صاحبي راه لوشو بزاف كاع صاحبي. عينا خويا ما نسكتو عينا ما نقولو عينا هذا لا بغينا نشوفو العناصر القويه ديالنا بغينا نشوفو المحترفين ديالنا بغينا نشوفو اللعابه اللي تيلعبو نشوفو اللعابه اللي تيلعبو بغينا نشوفو اداء قوي بغينا نشوفو لو مينيموم بغينا نشوفو صاحبي هلا كي تطور ما بقيناش كنعرفو نهاجمو ما بقينا تنعرفو ندافعو ما بقينا تنعرفو ندير والو. لا كنقولو حنا الملاحظه عرفتي علاش؟ لان دابا راه جايك الاصعب. رحنا دابا 3 سنين وحنا صابرين ولكن دابا الحمد لله هي كل المؤهلات موجوده، ها رئيس الجامعه مشكور دير عمل كبير، ها كلشي الحمد لله وحط طفره نوعيه كبيره مع الانديه ديالنا الوطنيه. رحنا دابا ما بقيناش عشنا الحق نتكلموا كونوا مزيانين الله يرحم لك الوالدين. ما نبقاوش ندويو على الجامعه الله يسهل عليكم، ما نبقاوش ندويو على الجامعه. اي واحد من الجمهور عافاكم الله يجازيكم بخير، ما نبقاوش ندويو على الجامعه. الجامعه موفره شي حوايج اللي ما عمرهم كانوا، وراه خاصو يجي هذا السيد يكون في متناول ديال الجامعه يعاون الجامعه. على الناس الجامعه بصح موفرين شي حوايج ما كاينينش، ولكن ملي موفرين هذه الامور كامله راه خاصنا نشوفوا واحد الانسان في المكان تاعو المناسب اللي غيعاون الجامعه. راه مشاو لنا راه جابوا لك واحد وكل واحد ساعه كيشوفوا القزع القزع اش بغيت القزع يدير لك واكثر من هذيك الحرقه اللي كيتفرج بها. لا دير عمل كبير لا السيد هو مراه الخدمه هذه اللي دير هو مراه واش مو عاجبو شي الوسط هو ماشي مغربي القزع الناس خدموه وقنعوا لعاب انهم يمثلوا ليكيب ناسيونال جابوا لاعبين دابا راه من احسن اللعاب اللي كاين في الدوري. لا ما تقدروش تدعوا اش غنقولوا على القشع؟ احنا بغينا ندعوا عليه غنقولوا عليه انسان ناجح نجح الكره ديالنا. وخير مثال راه شوف الاعداء ديال الوطن لا كاينه شي حاجه ما تقال على القشع هي هذه ولا ما نهضروش ولا نسكتوا كيف ما قال برسوق نسكتوا ما جبدوش حنا كاع ما جبدوش الجامعه ما جبدوش السيد خدام الكره تكنيكمون السيد خدام الكره الوطني خصنا نشكروه. لا السيد خدام الكره الوطني فرق شوف نشكروا فوزي سواء شكرنا ولا ما شكرناش هو راه خدام تبارك الله احتاج لينا احنا نشكروا او نخيبوا. ولكن باش نجي انا اليوم نقول كاين كاين يد في هادشي ديال الجامعه في هاد المصيبه التقنيه اللي كنعيش في المنتخب. لا 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 ما عرفتش اللي بغينا نقولوا. سيدنا الخميس راه غيتفركع كان كيتفرج حدانا الفوق راه غيتفركع وهنا بالك بان السيد واخا سمع طارق على مال هو ماشي مغربي ما عندوش الغير على البلد. ودابا تخيل معايا صور مالي والو ولا تا هو كيدخل طارق في الاختيارات ديال المدرب اش غادا تقول عاوتاني بداو يشدوا من الجهه الاخرى راه هو اللي كيجيب هو اللي تيفعل والحرقه ديالو وداك التعصب ديالو اكبر دليل في العالم على انه ما كيتدخل في الاختيارات. ما راضيش هو ما راضيش على داك النتائج اللي كاينه وما راضيش على داك الشوا ديال واحد ولكن عنده عقد ما خاصو انه داك العقد يتم راه متبوع بالنتائج تاعو عنده مسؤوليه عنده مسؤوليه كبيره راه عنده مسؤوليه ديالاش ديال عادي خمس شهور من هنا ما عندوش ضمانات على انه الا بدل واحد اليوم غي الخلف غيكون راسيورون لديك الدرجه اللي انا نمشي ونحقق وندير ديك لا بيرفورمانس اللي كيتسناو المغاربه في شهر 11 ما عنديش ضمانات ندير راسي في بلاصه القجع اليوم انا ما عنديش ضمانات شكون اللي غيضمن لي حبس؟ هما الجمهور كامل المغاربه كاملين كيطالبوا باغيين الركراكي وباغيين عموته وباغيين فلان وفلان وكيعطيني ضمانات عطيني شي حاجه مزينيه مكاينش ضمانات في الكره مكاينش ضمانات في الكره اخويا نبيل مكايناش كايناش ضمانات واش انا نوض اليوم ونجي نبدل كاين قناعات سي شارب عقله كاينين قناعات
انا مقتنع بهذا السيد على انه غادي يقدر يجي غادي يقدر يبدل المنظومه ديالي ولا غادي 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 يحسن هذا المستوى التقني ديالي. هاد كاينين القناعات الا كانت الظروف مخلينك انك تخدم الظروف كاينه لا وكاين عندك اللي قال بان الظروف ما كايناش تما في كانش معانا كندوي على الظروف اللي كتخلينا نشوف بان كوب دي مونجي من هنا اربع شهور اربع شهور شنو يضمن لي بان هادشي غيجي وغي المدرب اللي جاي غيجمع الجروب و... لا لا ما كاينش مدرب عنده درايه على على المجموعه اللي عندنا وعلى الكره ديالنا ما كاينش سي سامبل ما كاينش وحتى انا مع 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 السرجع لانه كيطريت لانه حتى المدرب اللي غي مثلا غيجي راه غي اول حاجه غيشرط عليك في الكونترا ديالو على انك ما تحملنيش المسؤوليه ديال النتائج اللي جايه ومن حقه إيه؟ ومن حقه ولكن حتى حنا من حقنا لاننا نطالبوا بشي حوايج اذا هاد المدرب مثلا رجع وانت حاسب معاك لا 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 قبلتي المسؤوليه وخديتي المسؤوليه انت حاسب معاك اذا انت واحد ما غاش معاك واخا تلعب معايا ماتش واحد واخا تحاسب معاك واحد ما غيقبل سالي كوب دي موند خرج في نادو صافي نقول خويا راه شديتها في اربع شهور ومن حقي شديتها في اربع شهور واش ندير ولا نلوم عليك صنع لك طياره انا تاهلك للدوزيام تور ما يمكنش وما غاتلومش لعب مع كرواتيا ولعب مع بلجيكا ولعب كندا كندا راه خصني مدرب عنده درايه على المجموعه شكون راه دوينا عليهم ما بقاو ندويو خصنا مدرب محلي مدرب وطني اللي عنده درايه على المجموعه عارف عندنا فلان تيلعب هنا وعارف عندنا فلان تيلعب هنايا وعارف عنده درايه على المجموعه وغيبقى المشكل في الاختيار غيبقى مشكل تقني مدرب اللي ما غيدخلوش ليه في الاختيارات ديالو وهادشي ما تنقولش بان انا واحد كيدخلوا ليه في الاختيارات ديالو من الاختيارات ديالو غريبه لوش انا فاهم نتوما دابا كتسمعوا الابرز لحظات برنامج الشو الثالث بودلال انا حمزه بودلال انا اخويا حمزه كبير هذا با بودلال مرحبا باش نسمع صوتك انا مرحبا سي طارق مرحبا مرحبا خويا سعيد نكون معكم في هذا البرنامج مرحبا كذلك خويا واخويا حمزه واخويا فين خبرتي علينا اخويا خويا حمزه بودلال مغفر ما والو انا موجود ثم ثالث الكاريير ديالي في دومير 14 التجأت للتكوين مشيت خديت الدبلومات ديالي وداكشي والان انا بنشتغل فريق اولمبيك خليبكا في ليجون ايوا اخويا بالتوفيق ان شاء الله ان شاء الله البصمه اللي خليتي كحارس ديرها ان شاء الله في التدريب اخويا حمزه ان شاء الله على اللي مالها التجربه حنا اللي خدينا ولعبنا ملعب كبار وعشر ملعب كبار وقوال كبار ووصلوا لذوك الوليدات الصغار التجربه ديالنا داكشي اللي بغينا ان شاء الله بالتوفيق طلحه تفضل اسير ابو حمزه السلام عليكم سير طلحه كيداير خويا كيداير خويا كنت كنخاف شوف كان كيكونوا لي بالاريت كيقول لي الحسن طلع كنقول لي حتى فين غنطلع حمزه اكتي ما شاء الله الرحمن الرحيم شوف راك الطير الله يحفظك ابو الطير نقول لك راه والله العظيم الى من المدافعين اللي خلاو الوقت دابا والله لا لا صراحه شوف سي حمزه بودلال لا بلعبهم لا في ليديات ديالهم والله شوف قلت لك انا كنقول الدري دائما كنقول انا من المقابلات اللي دائما الاصدقاء ديالو بزاف هما ديال خريبكا يعني كل لاعبين ديال البطوله كنا اصدقاء ولكن من نوع خاص اللعابه ديال خريبكا من بودلال حتى مزغودي حتى المرحوم الله يرحمه مسكين حتى الاقدار الله يرحمه الله يرحمه تقريبا راه كنشوف راه جيل ذهبي جيل اللي ما غيتنساش صراحه من بعد الجيل ديال الحدومي والجيل ديال الحبابي وهذا جيتو نتوما يعني جيل نتوما حققتوا الالقاب يعني هنا رجعنا للتكوين ورجعوا لهاد المدرسه خريبكا دائما ولاده للنجوم دائما عطاتنا حراس كبار عطاتنا لاعبين كبار سي حمزه بودلال من بين الحراس اللي كنا كنلقاو معاهم صعوبه صراحه حنا كفريق الوداد الرياضي يعني صعيب باش تماركي عليه راه دابا داير واحد الجاز دابا باقي دابا ما دارتها قول نهضر عليه باقي ما دارتها قول المغرب ما يقدرش يدير انا باقي فهمتيني صراحه كنت حارس كبير ما ينساش الجماهير ديال اولمبيك خريبكا انا بعدا واحد المقابله تاع الثالث وريحت واحد النهار وكنت نتفرج فيك الضيفه قسطيف والله العظيم الا بارك في الدار وكنت نتفرج وكنت نتفرج وكيبان لي السيب ديال كيطير كيجيبها من هنا كيجيب بيناتي الاخر كيجيبها من هنا كنقول لهم شوفوا الكوال تبارك الله ولكن نتمنوا اخويا الوجود ديالك دابا في اولمبيك خريبكا يعطينا شي بودلال اخر وان شاء الله لا خوف على اولمبيك خريبكا في وجود ديالكم اخويا ونتمنوا لك التوفيق السي بودلال ان شاء الله في المسار ديالك التدريبي ان شاء الله اخويا حمزه شكرا لك بزاف الله يحفظك خويا شكرا على الكلمات الصراحه ما خليتي لي ما نقول
قلتي كل شيء شكرا لك وراك كاين شي واحد ما يقدرش يقول كل شيء البودلال اي لعاب دابا لعبتي ضده في البطوله كيتفكرك وكتفكر الاحداث ديالك اما انا بغيتش نقول لك زعما ارجعوا لداكشي ارجعوا لي بالضيطا ارجعوا لي طارق تفضل حمزه اخويا خويا طارق الله يحفظك اخويا حمزه الله يحفظك الله يكبر بك اخويا حمزه الله يبارك فيك خويا الله يحفظك حمزه انا باغي نديرك تمر رجع معاك لهذيك اللقطه ديال حمزه بودلال اللي قارنوا بهيكيطا ديال كولومبيا ديك اللقطه انا بغيت نعرف كيفاش جاتك في الدماغ هذيك الساعه على انك ديرها هذيك الوقيته حنا كنت انا نلعب فريق الكوكب مراكشي وكنا لاعبين كونتر فريق الام اولمبيك خريبكا اصلا الحارسي دابا انا ديما في لونطريمون هذيك اللقطه تنحاول نديرها هذاك النهار جات اللقطه هي هذيك كنت مع قربات سالي الميطال الاولى غيصفر لارضيط ضربها بكر الهلالي ما حط لارضيط صغيره فمو بانت لي انا هي درتها وهي طلع مزيانه والله كانت كتصدق في لونطريمون ولا لا؟ كانت تصدق وصافي خبزه ما تصدقش في الماضي الحمد لله دارت مزيانه ملي نزلت اش قلتي لهم؟ صحاب كاش قلتي لهم شكون الدراري اللي معاك تاي في داخل تقول واش انتم مفطين ولا ما تخافوش صافي سير على الله ما تخافش ولكن بحال هاد العيبات هادو راه كيطلعوا المورال حمزه ياك ضروري شوف انت اصلا الا ما كنتيش داخل وتلعب باش تبدع بلا ما تدخل بصح انا تنظن لما كنت نخليو على البصمه ولا واحد شي حاجه يعني بلاش ولكن هادشي كله حمزه كيديروا الثقه على الانسان انت كنتي حارس كبير صراحه لعبنا مع دي زيكيب اللي مزيانين حتى هما كاع دوك الماتشات خلاو لينا خدينا الثقه ديالنا ولا داكشي تيجينا شويه ساهل نتوما دابا كتسمعوا الابرز لحظات برنامج شو التالت واخويا صراحه حمزه اللي افتقدناه في الملاعب كان ديما داك السيل دو جو بغيت نسوق على القضيه ديال الماتشات ديال كازا كانوا سبيسيال ديال حمزه انا كنت كنسمع دائما كيقول لك للجمهور ديال الراجل الاوي كيقول لك بود لي راه خرجينا في عودنا عاوتاني انا نقول لك واحد الكلمه نقدر نختصر لك بها كل شيء خويا اللاعب اللي ما يلعبش دونور قدام هذاك الجمهور وما يعطيش انا تنظنوا ملعاب فهمتي حنا الكره فين كاينه في كازا في الرباط حنا تنمشيو لهذوك التيرانات تنصيبوا الجمهور تنصيبوا كل شيء خاصك تعطيه خاصك تبان قدامهم تيكونوا لي ماناجير تماك تيكون كل شيء تماك مجموعه في كازا كازا هي القلب ديال الكره ديال المغرب اي كذب على الكذاب بصح واش فهمتي خويا ولا ما فهمتيش حنا كان ذاك الماتش ديال دونور وذاك البيبليك تنتسناو حنا هذاك النهار باش يوصل لاعب ضد ادفيرسير اللي قوي ادفيرسير اللي تيكون هو والجمهور ديالو صعيب عليك باش تلعب قدامو فهمتي لفريق الرجاء لفريق الوداد فريق الجيش الملكي تا هو على الوقت كان البيبليك ديالو تيعمر التيران بنادم تيكون ديما بالو هذاك الماتش واخا باقي بعيد تيتمنى يمتى يوصل هذاك الماتش باش يلعب في هذيك الاجواء قلت له شنو الماتش اللي ما تنساش في كازا الماتش اللي ما يتنساش ليا هو ديال كونتر الوداد 0-0 العام ديال الشامبيون داك الماتش مزيان وماتش اخر كونتر الرجاء البيضاوي ربحناهم في كازا مع الكوكب 2-1 كنت جبت بيلانتي متولي هادو من الماتشات اللي بقاو لي بالذاكره وتقريبا كاع الماتشات اللي تيلعبوا بطوله كاع تيبقاو لينا في الراس اي لاعب تيبقى ليه في الراس داك الماتش بيان سي بصح كيبان لي يمكن نقول واحد اللي شاد بيلاتي اللي متولي هو بودلا لان بلا كنعرفو متولي ماشي من اللاعبين اللي كيضيعوش بيلاتي بصح هذا تقريبا الحارس الوحيد في الشامبيون اللي لقات المحسن بيلاتي نقلبوا عليها ونشوفوا طارق صدق حمزه انا بغيت نسولك اخويا لانه بعد حمزه بودلال في فريق اولمبيك خريبكا شفنا من بعد الفريق خريبكا لانه ولا كيعتمد على حراس مرمى من برا المدينه وحنا هذه كنعرفوها انها ماشي هي السياسه ديال الفريق دابا حاليا انت كتشتغل في النادي ديال الام ديالك اللي هو النادي ديالك القديم واش غنشوفوا يعني تكوين ديال حراس مرمى من مدرسه يعني ديال اولمبيك خريبكا خالص الحمد لله احنا غاديين في هذا الاتجاه ديال التكوين ديال حراس المرمى انا تنشرف على حراس ديال المرمى من 14 عام حتى 21 عام هاد
هدي الله في الدوري ديال العام هاد العام دو غارديان واحد دومي الكاس وواحد دومي التروا سناوان كونطرا مع ليكيب ا سناو مع ليكيب ا ومازال عندنا شي تروا غارديان كازي كاع ان شاء الله نشوفوا اليوم نتنبؤوا اليوم بعد المستقبل اللي مزيان. حمزه انا لما شفتوش داير الراس طو داخل شاد البوطر ما منتيه رابك هذا ديال دابا بكيناش الراس طو بكينا الزيرو. تخيل معايا حمزه تخيل معايا عادي شنو انت تبارك الله كنتي خفيف والراس حنا كنعرفوها كتكون ثقيله شويه وما ما كنلاحظوش الفرق تما كاين والو ترى عنده ريفلكس ترى عنده ريزابوي حمزه اخويا منين جبتي داك السيل ديالك واش كنتي كتمسبري من شي حاجه شي يقول ولا شي لا انا نقول لك من الناس خبيزه داك ديال الراس عندنا حنا انا ساكن في واحد الحي اللي هو شعبي اللي معروف مزيان تخريبكه النهار تحولنا جيت سكنت في واحد الزنقه وعلى الزنقه هذيك الزنقه كاملين دايرين الرابطه لا لا فهمتي مصبرتيش يا حمزه انا قلت مالي الزنقه كامله دايره الرابطه بوحدي انا اللي نخرج بها الرابطه عيطت لواحد الدري اللي درك انا ساكن حدا قلت لي خويا غتبداها لي غتوريها لي كيفاش وانا غتولى كل شيء صافي وراها لي كيفاش طرطب ولا ندير الرابطه درت انا حيدوها هما فهمتني درت انا حيدوها هما صافي بقيت معاهم بهذيك الرابطه انت خليتيها كان عندها دور سبحان الله كثر تعرف فيها. الله العظيم الصراحه السيل ديالك كان واعر انا من المعجبين صراحه كنقولش والله جا لا كل شيء جميع اللاعبين كنا صراحه ديك بودلال كان كاين فيه واحد كان فيه هو اصلا انت النكته الضحك يعني حتى في حراسه المرمى ديالو كتحس به الثقه كيعطي واحد القوه للعبه اللي معاه المدافعين كيفاش كان كيتجاوب مع المدافعين حنا كنشاهدوا هذا الشيء وهذا الشيء هو من بين الظروف انه تبارك الله حيت هو تيق في راسو واش بقى الراس ولا مشى حتى المعلم مشى داك الزهر الحيده الزهر دابا راه غير دابا غتمشي غير ردوه هما ثاني دابا لا صافي غير ردوه تحط الدردر لا بزاف هاد حمزه والله وحصل لي الشهر فدت معكم في البرنامج تحلى كذلك خويا حمزة شكرا كنكون زعما ونزعمش والله العظيم والدري اللي اتصل بيا زعمني مسكين الله يحفظك اخويا حمزة الله يحفظك ترى شي ساعة هو كيقنع فيه لا مبارك باش غتبقى شوف راه مازال شوف عندك الزهر ما لقيتش قول حاج اليوم بلاش ناري راه السيمو صيفطناه الله قلنا لي سير دير جيب ديبلوم بعدا وجي كل لقيتي السيمو توا توا عنده طرائف معاك يا معلم من بعد ان شاء الله حمزه اخويا حمزه واحد السؤال ضروري نسولو لك مرحبا اخويا واش حمزه في داك عز التالق ديالو والبطوله مع خريبكا وهذا واش ما جاوش عروض من الوداد من الرجاء لكن هاد القضيه كنا سمعناها بزاف خويا انا العرض اللي كنت سمعت اللي جاني كان تقريبا من الرجاء البيضاوي اييه ولكن داك السيد الحسي مسي واصلا حنا داك الوقت فاش كنا تنلعبوا واخا تيجيك حتى العرض ما تضعيقش به وجه اصلا كيصيقوش ديك الخبار ما تيقولوهاش لك اصلا كتحس براسك بحال مقاجي في هذيك الفرقه صافي واخا تجي فرقه تبغيك من اللي هيتي رجعوها ماشي في الربعين لا بزاف ما كيقولوا لك اش كتشرب ما تيقولوا لك انت تقول لها ربع سنين كنا ضايعين اخويا حمزه ياك دابا ما كاين مواقع التواصل الاجتماعي لا والو كل شيء والله داك الشيء اللي دوزنا الله يجعل فيه البركه الحمد لله التجربه كما قلت لك اللي كانت عندنا حنا غنوصلوا على ذوك الوليدات الصغار هذا هو الهدف ديالي دابا الان انا الحمد لله الحمد لله ديتي حب الجماهير ديال خريبكا والجماهير المغربيه وبصمتي على واحد المسار كبير وزوين غيبقى التاريخ يتكلم عليك يا حمزه انت هو ديك الراسطه ديالك والله العظيم لقيتها انا يا ورشات حمزه اخويا على قبل الضحك هذا والله اخويا ان شاء الله ونجي نزور خريبكا نجي نزور قسما بالله والله اخويا ونجي نزور خريبكا ونجي نزور درتوني بلا ما تبقاو تعيطوا لي صافي وان شاء الله وان شاء الله وان شاء الله انا غنشوف شي وخيت وشي حلقه ندوز معكم في البلاطو ان شاء الله يا ماشي الله يلا تشري بغينا مرحبا والف مرحبا انا بغيت نقرب على ذاك الجو ديال الدراري ديال كازا ونتعاونوا مع بعضياتنا جي اخويا نتوما دابا كتسمعوا الابرز لحظات برنامج الشو الثالث سلام خويا شمس الدين
السلام خويا طارق، الله يكرمك. الله يحفظك، ربي يخليك. شمس الدين، انت من اللاعبين يعني اللي قلال اللي لعبوا مع عده فرق يعني اللي هي كبيره، وحققتي معهم القاب اللي هي كبيره، وخليتي البصمه ديالك خصوصا في يعني الى نجيو نرجعوا للذكريات مع المغرب الفاسي والهدف التاريخي اللي سجلتي ضد النادي الافريقي، ايضا مع تالقتي مع فريق الرجاء الرياضي، ومع سواء مع يعني في البطوله او لا في العصبه او لا في لاكوب ديمون. يعني انا بغيت نسولك على الذكريات ديالك مع هذه الفرق وخصوصا فريق الرجاء، وشنو هي افضل ذكرى عندك في المسارك الكروي؟ بالنسبه يعني الفرق اللي عشت فيها الحمد لله، يعني واحد الفتره ديال التكوين، يعني كنت واجهت الحمد لله بالقاب، هي الحاجه اللي ما تعرفش بزاف ديال الناس، اني بدات يعني رقاب مع فريق الفتح، يعني كانت عندي فرصه انني طلعت مع فريق من القسم الوطني الثاني القسم الوطني الاول، ولعبت نهائي ديال كاس العرش، والعام الثالث كنت كاس العرش كاس الاتحاد الافريقي. وي 2010 2010 هذه مشيت الحمد لله، يعني مشيت للفريق المغربي الفاسي اللي تجمع معاه حتى هو يعني الاتحاد الافريقي والسوبر كوب وكاس العرش، ومن بعد مشيت للرجاء الحمد لله ديت بطوله وكاس العرش ونهائي ديال كاس العرش ونصف نهائي ديال كوب دارام ونهائي ديال كاس العالم ديال الحمد لله. هذه الشهاده الحمد لله وتنشكر يعني اي لاعب كيتمنى انه يدوز هذا المسار الرياضي، يعني باش انك غادي تدوز من ثلاثه ديال الفرق المتابعه وتزاد الشهاده، يعني الحمد لله الله سبحانه وتعالى وتعاون الوالدين الحمد لله. بالنسبه للاحسن يعني الاوقات اللي كندوز كما كيعرف الجميع، يعني كان واحد التوهج كبير الحمد لله في الفريق المغربي الفاسي، اللي كان شي الناس ديال فاس كاملين اللي كانوا يعني وقفوا معايا، رغم ان الاسم ديال شي باش تحقق المغرب الفاسي ما كانش ذاك الاسم الكبير اللي كيعرفوا يعني الناس ديال كره القدم الوطنيه، والحمد لله كان توهج هذا هو السبب اللي خلاني اني الحمد لله يعني التحقت فريق الرجاء، رغم ان كان عندي يعني عروض خارجيه، ولكن الحمد لله فضلت يعني فريق الرجاء الرياضي العالمي، والحمد لله كان اختيار يعني في المستوى كما شفت الحمد لله مشيت العام يعني بمساعده ديال الاخوان كاملين، يعني استطعنا انني نكتب تاريخ فريق الرجاء الرياضي ويعني نعمر البالماريس ديال الفرقه، حتى هو اللي الحمد لله مشيت ثالث سنه الحمد لله راه الخزينه غادي تتعمر ومازال غادي تعمر ان شاء الله. ان شاء الله اخويا. تفضل طلحه. شمس الدين السلام عليكم. السلام عليكم اخويا طلحه. خويا نهار كبير هذا ملي نسمعوا يعني واحد اللاعب اللي تقريبا ابن الحبلاء الحسن يعني في البطوله الوطنيه، الفرق اللي لعبتي معها كلها في السباق بالالقاب. غير بغيت انا عندي جوج سؤالات. السؤال ديال السيمو غنخليه للاخر، والسؤال الاول هو شنو السبب اللي خلى تقريبا شمس الدين الشطيبي بهذ الالقاب وبهاد التسميه اللي درتي في المغرب وما احترفتيش؟ واش انت فضلتي العروض المغربيه؟ واش جاتك شي عروض من برا كما تكلمتي دابا ما بغيتيش؟ شنو السبب اللي خلاك ما نشوفوش شمس الدين الشطيبي يعني مشى على الاقل الدوري الخليجي ولا مشى شي دوري اوروبي؟ لانك كنتي تبارك الله وصل عندي واحد الوقيته يعني كل يعني الاسم ديالك كان ساطع في البطوله الوطنيه. والسؤال الثاني اللي غتجاوبني هو شنو هي او احسن ذكرى عندك مع سيمو الحاج؟ اول حاجه بالنسبه للسؤال الاول، يعني كان عندي فرصه انني ماشي ندير انتخاب خصوصا بعد الالتحاق ديالي بالمغرب الفاسي، يعني السنه اللي كنت فيها الحمد لله كنت كنتسد على احسن لقب ديال احسن لاعب في البطوله الحمد لله. هاد اللقب اللي كنت تحقق كان جوني عروض من اخر طريق، كان جوني عروض كثيره من فرق خارجيه، ولكن الحمد لله انا اختاريت يعني الحمد لله كان حسن الاختيار، يعني اختاريت الرجاء، يعني ما كانش عندي هاجس مادي الحمد لله، مشيت الرجاء اللهم لك الحمد. كما علاش اختاريتي الرجاء شمس الدين؟ الحمد لله. علاش الرجاء؟ علاش اختاريتي الرجاء بالضبط؟ واش كان الحلم ديالك؟ سوى السيمو علاش؟ السيمو جاوب السيمو. شوف اي واحد واش نقول لك، اي واحد في المغرب اي واحد في المغرب كيبدا تيجونكلي بالكره وتيلعب الكره تيبغي يلعب في الراجا، هذا شنو نقول لك؟ اي واحد يعني الاجواء الحمد لله اللي كتعيش يعني في كازا خصوصا في الراجا، يعني كاينه واحد الهويه فهمتي، وكاينه كره يعني كتمشي كتلعب الكره، يعني اي واحد كيتمنى انه يدخل التيران حتى هو يلعب 96000 في مركز الجمهور اللي صراحه ما حتاش انا يعني نهضر على الجمهور ديال الراجا، راه هو تيهضر على راسه. هاد الحوايج اللي زعما ما كنكذبش عليك، انا الحمد لله رغم انني ما مشيتش يعني ما استفدتش ماديا مثلا عروض خارجيه، ولكن الحمد لله الناحيه ديال التاريخ ديال الحمد لله والبالماريس ديالي الحمد لله، اي واحد غادي يدخل البالماريس ديال الرجاء
يعني غيدخل يشوف التاريخ ديال الفرق شوف قلتي اي واحد قلتي يبغي جونغلي يبغي يلعب في الرجاء ولا الوداد ونكمل شوف ولكن واش جاك هذيك الوقيته شي عرض هذيك الوقيته ديال كان عندك شي عرض من الوداد؟ لا لا ما كانش عندي عرض من الوداد. انا العرض اللي كنتوصل به كان عندي ثلاثه العروض خارجيه. كان عندي فرقه من الدوري الفرنسي في البريمير ليغ عندي فرقه قطريه وعندي فرقه من السعوديه وكان عندي واحد العرض من فريق فكره الوطني الثاني ديال الامارات. اييه هذوما العروض اللي كانوا جاو. والحاجه اللي كانت زعمتني جدا باش انا نمشي للرجاء هو التواجد ديال محمد فخر. يعني صراحه ما كنتش عارف يعني باش محمد شمس الدين كيفاش كان الاستقبال ديال اول حاج فاش يلاه دخلتي للرجاء؟ محمد شنو بغات حاجه انا ماشي زعما غادي شي باش تمشي تكون قواري تدخل للكازا تدخل الوزي كلشي تقبل كلشي يعني كتجي باش تعاون الدراري تقول لك حيت الدراري باش تجي عندهم تقول لك مرحبا باي واحد غيجي يعاوننا فهمتي غيعاوننا باش انا نديو القاب ونكبروا الخزينه ديال الالقاب ديال الفرحه على راس العين. انا هادشي لقيته باش تكون قواري وكتجي راه مرحبا بك غتلعب فهمتيني غتلعب وغتحس براسك بانك فهمتي غتعيش الاجواء ديال الكره. وي بصح الصراحه يعني تنشكر الدراري كاملين اللي زعما كان واحد التوحد زعما يعني في المستوى خلاني اني ندمج دغيا فهمتي الحمد لله مع التركيبه البشريه اللي كانت راه شفتي شكون اللي كان راه كان واحد السميات اللعبه اللي لقيتها في الراجا راه ماشي بيان سير ولكن الحمد لله الدراري زعما تنشكرهم بزاف لان زعما رحبوا بيا وكبروا بيا والحمد لله انا الحمد لله ما خيبتش ديال نتوما. دابا كتسمعوا الابرز لحظات برنامج شو التالت معنا زكريا امزير. خويا زكريا السلام عليكم. كي داير اخويا زكريا؟ كي داير اخوتي بخير كلشي مزيان؟ والله الا بخير اخويا زكريا. كي داير مزيان؟ الله يبارك فيك خويا كلشي مزيان. كنوجه تحيه لطلحه الله يكبر دوينا معك ايامات الله يهديك. لا خويا بالله دابا زكريا فاش كيطيح لك طلحه في راسك اش كتفكر؟ طلحه تيقول لي شدوه في كورنيل ولا هذا تنقول لهم لا عرفتي قداش؟ راه شوف ودابا هادشي الكوارث هادشي اللي كان بيناتنا غادي كنا عارفينو دابا راه نفس دابا هادشي اللي كان كيوقع علينا في التيران أنا نفس دابا تما كيطلع ثاني زكريا باري راه يطي ولاد انا نفس ديكور اول واحد كيفكروا طلحه سير تسير على زكريا زكريا سير على طلحه المعروف الرعد والله انا نمشي عليه بالله لا زكريا الكونفور ديالو هو الرعد الله يحفظك خويا واخا رجعوا مازال رجعوا للذكريات غير باش نعرفوا شويه زكريا امزيش كيدير دابا واش باقي في التدريب عاود لينا شويه اخويا زكريا موجود على الساحه دابا يلا شفنا واحد الجمعيه ديال قدماء ديال الكنسي شفنا واحد الجمعيه ديال كره القدم ان شاء الله يلا غندوا فيها ان شاء الله ان شاء الله الجمعيه الجيل الجديد ان شاء الله هذا هو اللي كاين دابا ايوا ان شاء الله بالتوفيق بالتوفيق ان شاء الله ان شاء الله اخويا زكريا مزيان الجمعيه الكره الكنسي شويه اكيد هذه نقطه مهمه وصراحه تحسب لكم اخويا زكريا لان النادي الكنسي فريق عريق اخويا فريق المكانة ديالو هي القسم الوطني الأول وانت راك الحقبة ديالنا راك عرفتي نادي المكناسية نادي المكناسية هذا هو الوقت أخويا فين دابا ديروا هاد الجمعية وتعدوا تردوا لنا الفريق إن شاء الله المكانة ديالو أخويا زكريا بغينا نعاونوا هاد المدينة إن شاء الله ونخرجوا في مواهب اللي تعطي اللي تكون في المستوى إن شاء الله إن شاء الله شي كتما إن شاء الله طلحة تفضل خويا زكريا نهار كبير أخويا وجمعة مباركة الله يلك تدعي الجامعة ولا تذكرك والله والله نفس أنا نفس ديكم شو ولا دخلت اليوم البرنامج ولا نقول للنبيل والطريق والدريكتيف شوفوا عرفتي اليوم هضرنا مع بودلال ولكن راه واحد خويا وصاحبي راه توحشت شحال هادي أخويا ملي سالينا الكورة وراه كنشوف الذكريات ديالي معاكم وأنا بغاش تنسى قلت لي بغات تعيطوا لي اليوم راه عندكم زكريا أمزين عرفتي راه الجمهور المغربي راه ما كاينش البصمة ديال زكريا أمزين أكثر من البصمة ديالي أنا لا شوف لا لا خصوصا في هذاك الماتشات ديالنا ديال كازا ديال ستاد دونور والله ما يمكنش تا وليت الحلقه كان هاد ديال صحاب القميش وداك الشيء واش كان وحلقه ديال هاد الشبان ولكن في نفس الوقت نخرجوا بالسيره كنكونوا بحال الخوت لا كنا اصدقاء بحال شنو اللي ما تنساهاش في دونور زكريا انا اللي ملتاش بولور فوق ما نسيت تما كانوا الجمهور كامل تيعيط لي لا زكريا واحد لقيت على الله كيبدا الماتش لازم تعطيني حافل واش كنتي كتحفز اكثر اه
هذاك هو اللي تيعطي لي الحافيل تنخليهم يعايروني والله العظيم عاد دعرت تنعطي يعايروني ما نعطيش لا واعر هذه بالله سيدي والله عنده الحق والله الا عنده راه كنا كندخلوا ماتش الخريب قال الوداد الجمهور تبارك الله يعني جانب ديال مركب محمد خايف من واش كيدير لان خريبقه في هذيك الحقبه راه النجوم والعلامه ديال الكره يعني ملي كيجيو الاستاد دونور راه صراحه راه بحال الديربي كان فرنسا بحال راه جويده حتى الجمهور حتى الجمهور كيكون متحمس حمس انا عارفين شوف حتى الجمهور كيكون تيدوز ماتش زوين صراحه في كازا اللي ما لعبش كره حتى الجمهور توا ذواق توا في هذيك الوقيته عارفين خريبقه تبارك الله فرقه تبارك الله تتم تلعبوا علاقه في هذيك الساعه هذاك الشيء علاش الجمهور كيبدا بك حتى الاول معلم زكريا قالوا غير تدخل في الشقه او تدخلي يا غير العيون زكريا اخويا ها انت زكريا دابا عتي دابا انتما كتهضروا قلتوا القميش والشدان وداك الشيء وانت تفكرني في واحد اللقطه كان طرات ما بينك وما بين عبد الرحيم السعيدي ديال الوداد فاش كان بغي يقلبك وحيدتي الكره وانت تقول لي تسير وما عجب اقول لي حنا راه مدافعين كنا كنا لا كنهضروا نلعبوا نهضروا عاود لي على هذه اللقطه هذه كيفاه هذيك الكره كنت او كان بغى يبيطني المشكل درت انا كنهضر معاه قلت له انت مع المدير وباصا باش نعطيه لصاحبي رديتها ليهم عاوتاني عطيتها لي انا عطيتها لي الله يرحمه مصطفى الله يرحمه دار بيه واحد الجواد بقى تيضحك الله يرحمه الله يرحمه الله هذيك لاكسيون عاق عليها مزيان كتبات كله كيضحك وعلاش قلتي لي ديك التسير زعما جبيضني انا جبيضني قال لي تسير خلاها كوره قال لي تسير لا راه دابا شاف لا شوف شي والله الا امزين والله الا كان واعر عبد الرحيم راه مشاش دار لافانت ومشى وخداها لي امزين ودار بقى كيشوف فيه وقال لي التسير باقي كيشوف فيه عطاني لاباس عطاني لاباس رد ليا ولا بال ورد عطيتها لصلاح ولكن واحد الحاجه كاينو هاد الحوايج زوينين كانوا مزيدين على الكره فهمتي بحال دابا كنا كنلعبوا كره وكنا كنصو والله العظيم صح بحال دابا دوينا داك النهار مع حمزه بودلات هو كان كيزيد شي حوايج كانوا لعابه مبدعين كتزاد شي حوايج كتقول الكره اول الان راه تصنت لي نيتي الا ما بدعتيش في الكره راه ما عندك ما دير في الكره بصح بصح والله الا ما بدعتيش راه ما عندك ما دير هاك تو في ميدان اخر والله ضروري تزيد مع عندك نتوما دابا كتسمعوا الابرز لحظات برنامج شو الثالث زكريا خويا انا بالنسبه لي انا بغيت نعرف غير شنو الماتش اللي كيبان لك صعيب واش ديال فاش كنتي كتلعب ضد الدراجه ولا ضد الوداد خويا ما نكذبش عليك بجوج صعاب لا بلاش واحد الحاجه الجمهور اللي صعب باش الجمهور اللي صعب هو ديال الرادا والاخر كيقويو عليه هو داك افجيبا ولا سميتو عارف هو بالساعه هذاك بحال كاين معاك انا كنمشي لعداء كتخرج الكره ما تقدرش تمشي كاين شي لعاب اللي هذا راه ما يشداش والله ما يشداش والله يشداش لقاء كانوا شي لعابه معانا كانوا تيتخباو كاع كنت مع الجمهور ضاغط عليك امزين امزين انت سمعت الصوت قول لي فاش كيفكرك الو الو سمعت صافي مشى مشى والله تخاف منه بلا سمع عام زيرو يخاف دابا هي بقات شي طاقه الله يلا سيبو والله عاد جبتك ذكريات اخرى انت هادي ورا هادي مع ذكريات قول لينا اخويا عود الله لا اش كتفكر لسيمو امزين سيمو كنا ديما انا ويا زيدي في الهضره صح اش كيقول لك سيمو واش ضريف ضريف واخا كنت ضريف صاحبي سيمو قال لي تو كيهضر بحالك يا معلم هذا هو ما كيتشاف تو هو في امو خايب ار سيمو سلام ورحمه الله هو سيمو منك ليه هو العاب سيمو سيمو السلام ورحمة الله خويا كلشي مزيان بخير كلشي مزيان كلشي مزيان خويا الله يعزك كلشي مزيان هاني الصحة كلشي مو ما كنتيش تتفك زرف عليه عرفتي كدير شي واحد ماركاز راه عرفتي مسكين راه ما كيقيسهاش الله يحفظك الله يحفظك الله هو اللي كيقيسك قليش انت والحمد لله خويا دوزنا راك عارف دوزتي تبارك الله دوزتي اخويا تبارك الله عليك والله الا دوزتي خلينا اخويا تا الصمعه مع الجماهير ديال
خريبكا الحمد لله. لا لا ولا خريبكا كلشي تيعرف صراحه، ولا المسيرين ديال خريبكا ولا اللاعبين اللي لعبوا الحمد لله ضدنا، ولا دخلنا مع المنتخب المحلي كانت علاقه زوينه، وكانوا كانوا خويا مقابلات كبيره راك عارف ما بين رازا و راه عارف خريبكا ورازا راك كيكون فيها الحراقيه. اه المقابلات لا في مدينه خريبكا لا في الرازا لا في كازا لا في جمهور الرازا، قلتي ملي كيكون الخصم كيفاش كيكون لاعب ضد فريق الرازا الجمهور ديالو كيدير الضغط على المنافس، راه هذا الشيء علاش كان الدور ديال الجمهور راه كبير ديال اي فريق، الجمهور ديال اي فريق كيعطيك واحد الشحنه كبيره باش تدخل المقابله الحمد لله تتكون تبع بعض المرات بانك منهزم ولا شي حاجه، حتى الجمهور كيدخلك في الماتش كترجع اخويا شي مرات تتكون تمرات تتكون ما فيك ما يلعب هذاك الجمهور كتشوفه كتدخل تافي كتدخل غارات. وانا نقول لك واحد الحاجه، الجمهور تبني كتشوف الجماهير الحمد لله كتدخل كتلقى الملعب زعما الملعب عامر بالجماهير ومن البدايه هو كيشجع فيك كتدخل كتدخل تعطي بلاصه ما تعطي 100% كتولي عاطي 100% هذاك الشيء والله العظيم السقيته زوينه وراك حتى خويا والحاج اخرين كان ان شاء الله يرجعوا للقمه ديالهم ان شاء الله. والحاج 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 اخويا اش كتفكر زكريا مزين شي حاجه وقعت وا في الماتشات راك عارف كان كيكون هذوك لي ديال في سميتو في قال لينا حنا هو كيهضر وانت كتهضر زعما كي كديرو وراه شوف في الكره راه هو زكريا قال لك هو كيهضر شوف في الكره راه نقدر انا نقول ليه شي كلمه باش نخرجوا من الماتش ولا شي حاجه ضروري عارف كتبغي بنادم يخرج من الماتش، ولكن ملي كيسالي الماتش ملي كيسالي الماتش راه خوتو هضرت لقى مع اللاعب في المنتخب الوطني كتبقى كالاخ ديالك، ولكن ملي كتكون المنافسه راه كتكون المنافسه الشريفه هو على القميص ديالو وانا على القميص ديالي بصح هادشي الحمد لله كتبقى الصمعه ديالي وطلحه كيضرب طلحه ما كاينش طلحه ما كيهضرش واش طلحه بحال بغيتي بحال بغيتي تطبع شي فيزا كلو اما تا اما الكره تبارك الله الله يلاه كان فيه الدنيا وباش لا القضيه زكريا الحار شوف زكريا نزيدك واحد القضيه دابا دوز على باراريتي وهذا عرفتي ملي كاكل شي باراريتي وانت جاي اه ايت العارف كي مع خوك راه طويل بحال الليل كيقول يا الطويل بحالك جاي يلاه تكلم به طاكيو والله صراحه انا ديك لقيتها والله ما بغات تنسى لي انا هي احسن يعني صراحه هذاك الماتش اللي لعبنا معكم خرجتي في الاخر بحمراء اي ديال رفيق عبد الصمد ديال رفيق عبد الصمد حتى خرج قال لي قال بقيت كنصلخ فيه نصلخ فيه ملي خرج قال لي هذا قلت الحمد لله كنتكريت الله واه زكريا والله الا حفظنا الله انا وياك والطبقه الديفونسور اللي كان هذاك الفار الفارده اللي كاين دابا الله الحمد لله والله مزيان كره مشينا حيدنا ما كنصبروش على زكريا مزيان كو كان الفار غيكون زعما اش غيديروا معاك انت الشكر راه عطاو شي عاود ديال الحبس كل ما كانت الشهور هذيك الساعة أيه لا لا احنا ما نصبروش انا وياك شوف أيه وكتشوف شي واحد حداك غادي يمكن شوف ضروري دير الحل تدير الحل ومشي يشدك الفار ما يمكنش كنت فارق معاه تما كتقاتل واحد كيطير خاص ضروري دير الحل زكريا خويا انا بغيت نعرف كاع حاجة واحدة انا كنعرف حمزة بودلال مزيان كنعرفهم ستة في التيران انا بغيت نعرفها كيفاش كنتي كتفاهم انت وياه حمزه راه خويا حمزه والله الا في خارج التيران في التيران حمزه لا حيت كان كيدير شي حوايج في التيران حيت كان كيدير شي حوايج في التيران كيصعبها على المدافعين وهو كيقول لكم اخذوا الثقه انا راه عارف اش كندير هو اللي تيعطينا الثقه صراحه هو تيلعب ما كاينش اصلا هو ما فهمتي ما على بالوش تيلعب اليز ما على بالوش كاع تيلعب تيقول لك غير لي واخا تكونوا بتسعه ما عطيني كره غير رد لي والله العظيم تيقول لي رد لي ما تخاف زكريا رد لي تنقول حافظ الله الحافظ الله